مع فينا يا نساء الكرامة يدفن يا نساء الكرامة يدفن يا أحرار العدالة أو الانتصار في هذه المرحلة ونحن لا نخشى الأهداف ونحن لا نخشى التهديد ونحن لا نخشى التوقيع ونحن لا نخشى التوقيع ونحن لا نخشى الوعيد ونحن لا نخشى الوعيد في الساحات كنا كيف في الساحات كنا ونحن نار نحن نار نحن نار واحد ونحن نار نحن نار نحن نار واحد والشهداء الشهداء تحية للشهداء الشهداء الشهداء تحية للشهداء والأساسين الأساسين تحية للأساسين اولا شكرا للاعلام الالكتروني الحر اللي كيسمح لنا بهذه الفرصه باش نعبروا على الاراء ديالنا من بعد ما الجامعه كتلقى نفسها انها معزوله من الاعلام العمومي. اذا كنتواجدوا اليوم في ساحه الامم بطنجه لبيان اصدرته تنسيقيه الثلاث المقصيين من خارج السلام، اساتذه المفروض عليهم التعاقد، تنسيقيه المفروض عليهم التعاقد، وتنسيقيه الزنزانه 10 بالاضافه الى المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للتعليم، لنقول بصوت واحد لا للاجراءات اللا قانونيه التي تقوم بها الوزارة والأكاديمية والمديرية في حق الأساتذة والأستاذات المقاطعين لمسار وتسليم النقاط. لماذا وصل الأساتذة والأستاذات إلى هذه الطريقة من النضال؟ لأنهم جربوا جميع الأشكال النضالية. أولا بدأوها بالشارات، بدأوها كذلك بالمسيرات يوم الأحد، ثم انتقلوا إلى الإضرابات. هناك مجموعة من الوقفات على مستوى المؤسسة التعليمية. مقابل ذلك تلجأ الدولة إلى الاقتطاع من الأجور، فالتجأ الأساتذة إلى هذه القضية اللي هي عدم مسك نقاط في مسار وتسليم النقاط. إذا نندد بالإجراءات اللاقانونية التي تقوم بها الدولة، وشكرا لكم. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تنديدية بوقفة إدانة للأحكام السورية التي تصدر في حق المناضلين الأساتذة. يعني الأستاذ أصبح يحاكم في هذا الزمن، يعني صراحة مسألة يندلها الجبين، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذه التراجعات الخطيرة التي يشهدها قطاع التعليم. الأستاذ له مكانة رمزية داخل المجتمع، وليس فقط يعني هو يؤدي وظيفة، بل هو يؤدي دور اجتماعي، دور تربوي، دور تعليمي، دور توجيهي، دور أخلاقي. ولهذا فإن هذه الأوضاع التي تشهدها الساحة التعليمية تنبئ بكارثة حقيقية، تراجعات خطيرة على جميع المستويات. لذلك فهذه الوقفة جاءت ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي سيشهدها قطاع التعليم، خصوصا نحن الجامعة الوطنية للتعليم ندين بشدة تراجعات خطيرة التي تنهجها وزارة التعليم في حق الأساتذة، خصوصا المفروض عليهم التعاقد. احنا كنخوضوا دابا وقفة احتجاجية إلى جانب التنسيقيات الأخرى، تنسيقة المفروض عليهم التعاقد وتنسيقية كذلك الأساتذة الزنزانة 10، مع كذلك تسجيل وجود أو حضور ديال النقابة ديال الجامعة الوطنية للتعليم. وهذا الاحتجاج كيجي في سياق
متأزم كتعرفوا خاصة الساحة التعليمية بالمغرب. هذا اللي دفعنا أننا المجلس الوطني خاصة ديال المقصيين يتخذ أو يخوض معارك نضالية اللي غادي تكون في المستقبل جد قوية من أجل تحسين ديال المكتسبات السابقة، خاصة المكتسب ديال الأثر الرجعي والمادي المادي والإداري كذلك بالنسبة للمقصيين والمقصيات بخارج السلم ابتداء من أبريل 2011. نحن اليوم نتواجد بهذه الساحه في اطار يعني المحطه النضاليه ديال الاضراب ديال 14 فبراير، في اطار يعني التنسيق الوحدوي بين مجموعه ديال التنسيقيات وعلى راسها تنسيقيه ديال الاساتذه مفروض عليهم التعاقد. نحن نتواجد اليوم يعني في اطار التنديد بمجموعه ديال المحاكمات في حق الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، المحاكمات الاخيره، وايضا التنديد بمجموعه ديال يعني الاجراءات الزجريه في حق هاد الاساتذه في اطار المعركه اللي كانوا كيخوضوها من اجل يعني الحق ديالهم في الادماج في الوظيفه العموميه. وهاد الاجراءات يعني الى حد التوقيف يعني كانت استفسارات تنبيهات، والان مجموعه من الاساتذه تم توقيفهم عن العمل وحرمانهم من الاجره ديالهم اللي كتعتبر الخبز اليومي ديالهم.